دلوقتي لو انت كنترول تثبيت هتكلم كله بوحده واحده واحده الميجا تبقى تنم بوحده واحده اتكلم وكده بطلاقه طلاقه طلاقه ضعف اكبر باقه لاول مره في مصر لو اشتركت في كنترول تثبيت هتكلم اي شبكه بوحده واحده ولي 500 دقيقه اتكلم بيهم اي رقم وي واول 3 شهور ليك ضعف الباقه وي قبل اي حد.